السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة CS110، الله يعطيكم العافية جميعا. في أي سؤال قبل أن نبدأ بالمحاضرة؟ دكتور الله يعطيك العافية. حياك الله، تفضل. دكتور، هسه لما تكون العلامة 8.5 من 10 تنحسب على 9 ولا 8؟ يعني حتنجبر النص ولا ما حتنجبر؟ لا، ما بتنحسب هيك. ما هو العلامة كلها بدها تصير من 25، ف لقدام ايوه، بيبين معنا، مش ما بنقدرش نحكي لك انها بتنجبر ولا بتنجبر. تمام دكتور، تمام. طيب يعني الامتحان الحين حسب من 10 ولا من 7؟ لا، هلا اول شيء نشوف كم كوز راح نسوي، راح يطلع بدنا نسوي. احنا المفروض نسوي 4، ممكن نسوي 5. تنشوف هلا بالنهايه بدها تكون تنحسب من 25. هل هتنحسب معها وظائف ما وظائف؟ يعني اتوقع انه توقعي انا راح تكون كل وظيفه من سوري الحمد لله. يعني احنا لو حكينا العلامه من 25، 5 حجزناهم للحضور والغياب مثلا، بضل 20 للوظائف. من 7 ممكن تكون، نحسب على 3. شوف تقرير احتساب الوظيفه لحديت الان لسه، او خلينا نقول علامات المشاركه لسه لحديت الان مش دكتور، منتهي. هو الهوم ورك ل5 شهر، يعني ما بنقدر ندخله. الأسبوع كيف يعني تقدر تدخله؟ يعني قصدي بعد أسبوع رح يسكر، بعد ال5 أيام. يعني إذا بتقدر تمد لنا إياه عشان الامتحانات. أنا ما هذيك المرة حاولت إني أمدد لكم الوظيفة، اللي هو بتحكي عن الكويز أنت. الوظيفة لا، الوظيفة لا، الوظيفة أتوقع ما فيش مشكلة، لأنه ما اتفقناش على احتسابها، ما على آلية احتسابها لسه ما اتفقنا عليها. لا انا قصدي يعني كوقت لحتى نحلها. يعني هسه ما معنا وقت مثلا انه ندخل عليها ونحلها او شيء هيك. انا على الاقل صممت لكم اياها متاخر، يعني انت انا غير زملائكم، يعني احنا متاخرين اصلا. خليني اشوف يوم 5 الشهر. هو مش يوم الخميس، يوم الخميس عندكم امتحان. لا اظن بمددها ليوم السبت، ما فيش مشكله، بس انا بفضل انك تحلها قبل الامتحان، لانه اصلا راح تيجي عليها، يعني ممكن تشوف بعض الاسئله تيجي على نمطهم عموما. دكتور، بس لان هسه يعني بندرس عند الامتحان، احنا طلاب طب ندرس مادة البيوكم كم قبل البرمج بيوم. ان شاء الله خير، ان شاء الله خير. نعم. طيب اوكي، احنا اتفقنا المره اللي فاتت انه انا بقدر اتعامل مع السترينج على انه سيكونس، و او خلينا نقول اري اوف كاركترز. طبعا سيكونس هي يعني زي فكره الاري، فاري هي اري اوف كاركترز. هلا عشان اوصل لاي عنصر داخل الاري انا بحاجه لاندكس، ف الاندكس بيبدا من 0 حتى طول السترينج ماينس 1. طول string minus 1 هو هذا الاندكس. فهنا hello فراغ word مكونة من 11 حرف. الآن الاندكس أكيد راح يكون، بما أنه 11 حرف اللينكس له، راح يكون من 0 إلى 10. إذن لما أجي أحكي أنا أعطيني محتوى السترينج، إذا كان السترينج سميته أيه أوف 10 راح يعطيني حرف الدي. وإذا قلت له أوف مثلا 6، فهنا المقابل لها اللي هي W. إله إندكس آخر، أو إله طريقة احتساب بالماينس بيكون الإندكس،
وهي من ناقص واحد إلى ناقص اللينكث نفسه. يعني مثلا لما أجي أقول والله الناقص واحد شو تعني؟ تعني آخر حرف. وممكن أنت تستقيها بالشكل التالي، تقول length ناقصا الرقم. فاللينكث اللي هو 11 ناقصا واحد بصير 10، وكأنك بتحكي أنت بتطلع على القيمة 10. لما تقول ناقصا 2، اللينكث اللي هو هذا هنا اللينكث اللي هو 11 ناقصا 2 بصير 9، وكأنك بتحكي أعطيني السترينج اللينكث اللي الاندكس اللي له 9، وهي نفسها بنقابلها ناقص 2. هنا لو تيجي تحكي انه انا بدي اطبع هلو STR لحالها راح يطبع لي المحتوى هذا. اذا انت ممكن تطبعها كاملة بانك تذكر اسم السترينج، او انك تستخدم تحدد جزء من السترينج، ممكن تحدد حرف من السترينج ولازم تحطها ببراكت عشان تحدد الحرف، او اذا بدك تحدد جزء كمان لازم تحطها داخل براكت. الان لو حكيت اعطيني هلو STR في واحد راح يعطيك ثاني حرف، ثاني حرف، لأنه STR في واحد، واحد تعني الموقع الثاني، الموقع الأول بيكون STR في صيرو. وإذا قلت له STR في ناقص واحد تعني آخر حرف. إذا ذكرت STR أو في 11 هي مش موجودة فراح يعطيك error، يعني out of index. ممكن أنا أحدد جزء من السيكونس، ما بديش أخذ أطبع السيكونس كلياته، فبهاي الحالة بحدد نقطة البداية ونقطة النهاية. بهاي الحالة بيكون يعني أنت بتذكر الرقم النهاية بيكون not included، not included. فلما تقول والله بدي أنا من صفر إلى length، يعني من صفر إلى 11، ال 11 مش مضمونة أو مش مذكورة. فبهذه الحالة لما تكون طبعا hello world 11 character، فلما تحكي له بدي إياها من صفر إلى 11 فبتبعها كلها، فال 11 مش راح تكون محسوبة. اوكي، اذا الفينش بتكون مش مذكور او مش محسوب حسابها. مثلا برنت هلو من 0 الى 3 تعني HEL. طبعا 0 الى 3 هي اربع مواقع، الموقع الاخير مش محسوب، فتيجي تقول 0 1 2 هو المحسوب. من 3 الى 7 اللي هو الرقم 3، الاندكس 3، الاندكس 4، الاندكس 5، الاندكس 6، وراح يطبع أربع حروف. طبعاً لما تيجي تطلع على هالو وورد أنت بدي إياها من 3 إلى 7، هاي 3 ال 4 5 براغ 6، إذن هذول هم من 3 إلى 7، السابعة مبنية، فهي يطبع لي L O فراغ W. إذا حكيت تركت البداية والنهاية مش مذكورات فتعني من بداية السيكونس حتى نهايته، واللي بتكون من 0 إلى 11،
من 0 إلى 11. طبعا 11 مش مذكورة أو 11 مش included. من 6 إلى 8 خلينا نشوف من 6 إلى 8 نجي نطلع هنا هاي 6 7 إذن هيطبع WO. من 7 إلى ناقص 1 اتفقنا إنه ناقص 1 تعني النهاية، فهو دائما لما نشوف الناقص شو بيسوي؟ بيستبدلها بقيمة اللينث. إذن هو شو طالب مني؟ من 7 إلى ناقص 1 هي من 7 إلى ناقص 1 فبيطلع عندي WORL مش W عفوا ORL. فإذا هذه طريقة كيف تتعامل مع أو توصل لسب سيكونس، بدك تأخذ جزء من السيكونس. في حالة half open range for slice، طبعا هنا سماها half open إنه the first index is included in the sequence and the last index is not included، والتي تعتبر one after what it is included، يعني آخر واحدة it is not included. نفس ما حكينا قبل شوي إنه هي أطلق عليها أو أطلق إلها اسم half open range. فهنا لما تيجي تحكي first last كأنه last مش محسوبة، فكأنك بتحكي طبعاً ال half المصطلح half open range كأنك بتكتبها بالشكل التالي، كأنك من 6 إلى أو إلى 10 بحيث إنه 10 مش included. إذن هلا شو بتتوقع إنه يطبع من 6 إلى 10؟ W O R L مظبوط. تمام تمام. لما نيجي نحكي من 6 إلى النهاية، طبعا ما ذكر النهاية معناته إيش؟ إنه حتى ينتهي السترينج، حتى ينتهي السترينج. فما أجي أحكي هل السترينج من 6 إلى وتركه فاضي تعني إلى نهاية السترينج. بهاي الحالة اللي هو length string واللي بتكون رقمها 11. اللي بدي أوصلكم إياه الآن إنه الindex الأخير اللي هو 11 هذا هو بيعطيني إشارة terminate للstring، يعني ممكن يكون في هنا رمز هذا عشان يحدد نهاية الstring، لكن هذا ما بدي إياه، هذا ما بنطبع. إذن هو لما يقول من 6 إلى 11 وكأنه حكيها بهذا الشكل 6 نقطتين فاضي، فراح يطبع لك إيش؟ W O R L D. لما يكون نقطة البداية مش مذكورة أوكي، بهاي الحالة نقطة البداية بعتبرها صفر، وبس مذكور هي نقطة النهاية طبعا بتكون not included، فبها راح يطبع لي إيش؟ H-E-L-L-O أوكي؟ واضحة هذه؟ طيب احنا انت طبعا مفروض علشان
يعني تكون يعني متوافق مع اللي بتدرسه جرب. يعني هنا لو جينا حكينا A تساوي Hello World، ثم نأخذ المثال هذا H أو A of 6، A of 6 حتى النهاية هاتيني Word. ومن صفر، من صفر إلى خمسة يعني الفراغ هذا راح يعطيني واحنا الصفر من نشيلها راح يعطيني حلو. لو اتفقنا ان هنا اللي بدك تستخدم الماينس، فطبعا البراكت بس لما تذكر رقم واحد فيه فبيعطيني وان كاركتر، بشرط بشرط انه الوان كاركتر هذا يكون من ضمن الاندكس. يعني ما بصيرش اجي اقول هالو سترينج اوف 11، هذا مش من ضمن الاندكس، او هالو سترينج اوف مثلا ناقص 15 ايضا هذا مش من ضمن الاندكس. اذا لازم انت لما تحط اي قيمه تكون من ضمن الاندكس. خلي بالكم ترى الامتحان المد يوم الخميس وفي يوم السبت كويز، فراح يكون الكويز بمادة بهذا السترينج، فأنت أكيد دار يعني يوم الامتحان هتكون دارس لمادة الكويز. هلا السترينج هلو سترينج من 3 إلى ناقص 2، فالناقص 2 اللي هي بتقابل length ناقص 9 أيوة اللي هي لا مزبوط على أساس إنه الايت المحسوبة والتسعة مش محسوبة. فلو حكينا من كم هو الرقم اللي طلبه من 3 إلى ناقص 2، من 3 إلى ناقص 2، ف إذا ال او فراغ، هي ال او فراغ w o r w o r، ولاحظ انه اللي هي ناقص 2 مش included. ممتاز. هلا ممكن انت تيجي تقول والله انا بدي اعمل جمب او الكاونت باي، هون بنسميها ستارت اند كاونت باي. بهاي الحاله انت بتاخذ نقطه البدايه نقطه النهايه والجمب قديش تزيد. يعني اول مره ببدا نقطه البدايه ثم ازيد عليها كاونت باي ثم ازيد عليها كاونت باي حتى تصل الى نقطه النهايه ولا تحسب نقطه النهايه. فمثلا لو جيت حكيت له بدي من 0 إلى 11 جمب 2، فكأنه بحكي لي خذ الأول والثالث والرابع والخامس والسابع. بهذه الحالة هيكون إيش الإندكس اللي راح يأخذه 0 و2 و4 و6 لحديت 10، فهتطلع معي هذه الكلمة أو هذه الكاركترز. إذن هاي A of هيطلع معي H L O W R D. إذن هذه بيورجيك إيش الجمب.
أنت ممكن تترك نقطة البداية نقطة النهاية وتحدد بس فقط الجمب، فزي ما حكينا بياخذ الديفولت اللي هو من 0 إلى 11 جمب 2. إذن هذه هي الطرق للتعامل مع، خلينا نقول كيف أجيب كاركترز أو سلايس من السترينج، جزء من السترينج أو ممكن يكون سترينج كامل. إذن هذه مثالها لما تكون من نقطتين لحالها يعني بدي اياهم كلهم صح. لما تقول له كي بدي اطبعها in reverse، بس عليك انك تحدد تترك نقطة البداية ونقطة النهاية، بس يقول له بدي انا ال count by تكون minus one، فهو طبعا هاي بس فقط بالسترينج، هذه هذا الحكي بينطبق فقط بالسترينج. كيف اني اطبع السترينج بشكل عكسي بهذه الطريقة الطباعة بشكل عكسي، انك تحدد ممكن تحدد نقطة البداية ونقطة النهاية وتقوله ناقص واحد، بس بشرط انك تحدد نقطة البداية بشكل صحيح ونقطة النهاية بشكل صحيح، او انك تتركهم فاضيات هو بيطبع لك اياهم بشكل عكسي. هاي مثالها نقوله بهذا الشكل، نقطتين نقطتين ناقص واحد، فبتكون عملية الطباعة بشكل عكسي. طيب خلينا ناخذ مثال صغير، انا بدي اطبع السترينج بشكل عكسي ولكن باستخدام الفور لوب. انا بدي استخدم الفور لوب في عملية الطباعة بشكل عكسي، فكيف نسوي هاي؟ بدي استخدم الفور لوب ولكن أطبعها بشكل عكسي حرف حرف. تذكروا معي for i in range، هلا بدي أنا الرينج يمشي بشكل عكسي، شو نكتب لحد اللينكث لل السترينج؟ بقدر أجيبه بالشكل التالي، أجي أقول I مثلاً A تساوي، ما بديش أحدد اللينكث أني أنا أعده بإيدي، حسب ما مثلاً I love Java أو Python. أوكي ما بدي أعرف كم حرف هذول. اوكي فممكن اجي اقول له والله الرينج يكون من اللين للاي، اللين للاي بيعطيك اللينك تبعه. ايوه هلا شو احط انا هنا عشان احدد؟ بدي اقول له من اللين للاي الى صفر بدي اترك فراغ، الى صفر بدي اترك فراغ ناقص واحد. شو هذا اللي كنت احط بين الفراغات؟ احط نقطتين، احط فاصلة، شو احط؟ تتذكروا مين معي؟ مين يذكرني؟ واجي اقول له برينت مثلا طلع لي ال اي اوف اي وترك لي فراغ بيناتهم، فعلي A of I فاصلة وحكي له end تساوي فراغ. طيب أنا هسه بس بضل علي النقطة، شو أحط هنا؟ أحط نقطتين. شو أخذنا إحنا بال نقطتين ولا بنحط فاصلة؟ تتذكروا for in range. ما في حدا متذكر؟ طيب إذا بتتذكروا إحنا كنا نحدد نقطة البداية نقطة النهاية والكاونت الستيب باي، فنقطة البداية هكون إيش؟ اللي آخر حرف
length لما أجي أقول له length لل A length لل A شو بيعطيني 11 هل في عندي أنا A of 11 يعني شوفوا هاي في شو أعطاني out of index إذن أول نقطة كانت خطأ إيش إنه ال 11 مش موجودة فكنت فلازم أحكي له لين أوف إيه ناقصا واحد لاحظ إنه نقطة النهاية مش included فهسه بدي تحلوا لي المشكلة تاعي وين الورد هاي عطبتها العكس اوكي الاخر حرف اللي هو اي لاف طبعا هاي حق لاف هاي الاي مش موجوده الاي مش موجوده فكيف اطبعها ما اقول ما حدش معي انا سؤال معك دكتور معك شو انا شو ضل علي شغلي صغيري اصلح الكود شو اسوي اخر حرف مش اللي هو نقطه البدايه صفر not included نقطه النهايه عفوا not included فشو اسوي راح يكون ناقص واحد يعني عملية حرف تكون من صفر إلى ناقص واحد إذا أنا بدل ما أحط صفر هنا علشان الصفر مش محسوبة أو مش included بحط ناقص واحد وبصير الآخر قيمة اللي هي ناقص واحد مش included فالصفر included واللي سويته هنا هاي لينج لل A بتسهل علي بعملية إنه مش فيش داعي إني أحتسب أو أعد كم حرف موجود عندي هذا البرنامج او هذا الشكل علشان اطبع ال array او اطبع السيكونس بشكل عكسي واللي هي نفسها هذه واللي هي نفسها هذه يعني انت ممكن لو طلب منك انه بدي المكافئ لهذه print للايم من 0 0 الى ناقص واحد فهي بتطبع لك هي نفس طبعا هنا الانت خلينا نعمل عشان نحطه مع سطرين برنت اوكي هاي بتطبع لي بس طبعا الفرق بين هذه وهذه اني انا تركت فراغ لو ما تركتش فراغ يكونوا الاثنين متكافئات هاي الاثنين متكافئات اذا هذه الشكل يكافئ هذا الشكل ممكن اجي اقول لك والله اعمل لي اياها بالوايل لوب نفس الكلام اللي موجود هنا سويها بالوايل لوب شو بتساوي؟ بتقول لي اي تساوي لين للاي بعدين تعمل وايل وايل ايش؟ وايل اي أكبر أو تساوي صفر أو إذا بدك تحطها أكبر من ناقص واحد بصير نفس المعنى وتيجي تقول له نفس الفكرة اطبع لي هذه صح و بزيد على الاي واحد اذا ما زدتش على الاي واحد ما مش اسمه مش راح يوصل او ناقص من الاي واحد سوري ناقص من الاي واحد عشان هلا انت ماشي من النهايه حتى البدايه فاتبع وين الخطا هنا انا هنا بدي شيء هاي لا بلا او صار عندي في اوت اوف اندكس طبعا لين احنا حكينا ماينس 1 ماينس 1 لانه الاخر اندكس هو 10
هيك بيطلع لي اياها. يعني طلعوا هذا الشكل هي نفسها يكافي هذا الشكل بالفور لوب ويكافي هذا الشكل بالوايل لوب. يعني اذا اجاك سؤال على سبيل المثال ما ايهما يكافئ هذه، حطينا لك خيارات فلازم يكون الخيار يتبع او ينفذ نفس التعليمات اللي موجوده هنا او ينفذ نفس الاسلوب اللي موجود هنا. واضحه؟ للأسف في عندي غياب كثير اليوم، الحضور الآن 81 طالب. طيب string operation، string operation المقصود فيها إنه في methods تطبق فقط على string. هذه methods أو دائما تكون ملحقة بالstring، زي لما تشوف طلعنا capitalize. فهنا بهذا التشابتر مخصص للسترينج راح ناخذهم ان شاء الله كل او اغلب السترينج اوبريشنز. لاحظ هنا فور لوب اوبريشنز، هاي هنا نفس اللي حكيناه قبل شوي، في عندك فور ايتش، فور ايتش هذه الفور ايتش تتعامل مع الاس او مع السترينج اس sequence. طبعا بالفور ايتش هاي هنا فور سي اتش ان اي واجي اقول له برنت سي اتش. فورس اند تساوي مثلا فراغ. بهذه الحالة أنا بتعامل معها ك iterator، يعني هنا اللي بلف عليهم ك iterator واحد واحد. خلينا نحط هاي بس البرنت هنا عشان تروح على سطر واحد. أوكي. ف I love Python. فهو استخدم هنا في عملية الطباعة ما يسمى بالفور إتش. وهذه ميزة أيضا بتساعد في عملية التعامل مع الكاركترز. بديش أعرف أنا شو الإندكس، بديش أعرف شو نقطة البداية، وبديش أعرف شو نقطة النهاية، بخلي الإتيريتر هو اللي يحسب هذا الإشي. أوكي. إذا for each loop iterates through each element of the sequence in order بيوصلهم بالترتيب من البداية حتى النهاية. إذا for a string this means the character by character، تعامل معها character by character. طبعا أنت هنا في عندي أنا method اسمه type، فهذا method بيرجع لي أو بيحكي لي شو type للكاركتر. لاحظ type of character وبيعطيني التايب اوف كاركتر. هذا الميثود ضروري انك تعرفه، انت راح تحتاجه لقدام وممكن تنسأل عنه. هنا لو جيت حكيت هي فور ايتش ان اي اتبع لي اياهم كاركتر كاركتر، راح يعطيك انه الاي هنا لازم على سطر واحد هاي البنت. اوكي فهنا اي تعتبر string، السبيس عبارة عن string and so on لحد النهاية. اللي بهمني هاي التايب تستفيد منها، مثلا افرض انا بدي اطبع، خليني اطبع شغلي هنا كوبي مثلا
اي مثلا تساوي 5، واقول له اطبع لي اي واطبع لي ايش التايب للاي، فهذا يعطيك انه عبارة عن string، عبارة عن عفوا عن integer. لو حكيت له 5.0 فاطبع لي شو الاي، فهيعطيني float. لو حكيت له boolean يساوي true فهيعطيني التايب تبعه هيكون boolean. ايش في عندي كمان؟ وحكيت له كاركتر، طبعا ما فيش عندي انا هنا بالكاركتر سي، فالكاركتر والسترينج واحد هنا، فمش ما راح تميز بين الكاركتر والسترينج. لو حكي ايش في عندي كمان؟ nothing. اظن هذول الاغلب الداتا تايبس اللي احنا اخذناهم، الا اذا كان تعرف اوبجكت فيما بعد برضو بتعرف شو نوع الكلاس. اوكي، الاوبريشنز، احد الاوبريشنز اللي هي لين. لما تقول لين لا السترينج بيعطيك قديش كم حرف موجود فيه. هنا اس تساوي سبام، فاللين للاس تساوي 4، راح تعطيني 4. اوكي، طيب شوفوا هاي اس تساوي سبام، فحكينا لين للاس هتعطيني 4. النيو اس تي ار يساوي سبام زائدا زائد، هنا تعني كونكاتينيشن، الزائد هذه تعني كونكاتينيشن، يعني لزقهم في بعض، يعني تجيب هذا السترينج مع هذا السترينج مع هذا السترينج، لزقهم في بعض، فراح يعطيني ايش؟ سبام داش سبام داش. اذا انا الكونكاتينيشن بستفيد منها في اني انا اغير محتوى السترينج. هلا طبعا انا شوف الزائد منطقي مع السترينج انها كونكاتينيشن، الضرب للاسف هي مش منطق لكن هي موجوده بالجافا. فالضرب عمليه ريبيتيشن، اذا لما اجي اقول له والله اس تي ار ضرب 3 معناته بكرر الاس تي ار المحتوى الاس تي ار 3 مرات. يعني هنا لو جيت حكيت له على سبيل المثال print لا A ضرب 3، هاي هاي I love Python 3 مرات. أنا يعني خلينا نقول أنا مش مقتنع أن يكون الضرب موجود من ضمن البروغرامينج لانجويج، بس هيها موجوده ما بقدرش اقول. طيب لو جيت حكيت له زائد 3 شو بدي يعطيني؟ مين يحكي لي؟ راح يكونوا ملزقين مع بعض. احسنتي، اي لاف بايثون 3. او هنا طبعا هي طلب مني الخلط اللي موجود هنا انه انا لازم احوله لسترينج، لانه هنا في فرق بين، انتبهوا معي في عندي مشكلة أنا بالنسبة للطباعة لازم يكون التايب متساوي. هلا مشان أغير قيمتها بقول باجي بقول A تساوي A بلس 3، ماشي. هلا العملية هاي تعني كونكاتينيشن؟ لا، اذا بدك اياها تعملها كونكاتينيشن تحطها سترينج بهذا الشكل. فانت هنا زدت على
السترينج، السترينج ثلاثة. هلا لما كانت قبل شوي كنت أنا حاطط كاركتر، والكاركتر أفضل مش كاركتر انتجر، انتجر مع سترينج ما بقبلهاش، انتجر مع سترينج ما بقبلهاش، عشان يخليها عشان يقبلها فلازم أحطها، ممكن أستخدم الـ str of 3 في هذه الحالة تحول لي الثلاثة إلى string. طبعاً مرة سابقة احنا استخدمنا الـ str، فالـ str هي كلمة محجوزة وما اعترض عليها لأنه أنا غيرت في اللوجيك تبعها. أنا بدي أحكي عن شيء صار في الماضي، فأنا الـ str مفروض ما نستخدموش. الـ str هي بيحول من type إلى type، من type إلى type. مثلا بدك تحط 1 2 3 1 2، فالواحد 2 3 هذه لما حولها لـ str فبصير string 1 2 3، وكأنك بتحكي واحد 2 3 هاي string. اوكي، اذا عشان انا اتعامل مع اشاره الزائد لازم يكون كل اطراف السترينج من النوع سترينج او من النوع انتجر او من النوع، يعني انت اللي بدك تتعامل معها كزائد انتجر فلازم يكون كل الايبوريترز انتجرز او فلوت، إذا بدك تتعامل معهم كسترينج لازم كان كل الأوبريترز كلهم سترينج. أوكي، إذن حكينا إحنا عن اللينث وعملية الكونكاتينيشن وعملية الضرب. طب إيش الفرق الآن؟ هنا بحكي بوث هذه تعمل A new string does not modify the argument. شو معناته؟ خلينا نشوف. دير بالكم بالنقطة هذه. لما أجي أقول والله print a plus مثلاً 1 2 3، فشو راح يطبع؟ راح يطبع لي قيمة الـ A مع الـ string. هل تغيرت قيمة الـ A؟ هل تغيرت قيمة الـ A؟ ممكن نتأكد. يلا مين حكي لي قبل أن أجاوب؟ هل تغيرت قيمة الـ A؟ شباب؟ لا ما تغيرت. ما تغيرت ليش؟ لأنه ما صار عندي عملية إسناد. يعني أميت بتغير قيمة الأوبجكت لما يصير في عملية إسناد. يعني هنا تغيرت قيمة الـ A، A كانت فاضية وبعدين حطت فيها initialization value. بعد شوي إذا بدك تغير قيمة الـ A هنا، هذه هنا مثلا على سبيل المثال هيها A تساوي A ضرب 2 مثلا، لو ما حطيت اللي يساوي ما بتغير. فالفكرة انه لازم يكون في اسناد، اذا ما شفت اسناد لا تتوقع انه تتغير القيمة. فلما اجيت قلت له print a 1 2 3، خلنا نشيل هاي، فبتبع زي ما انت امرته قيمة الـ a كونكاتيناشي مع 1 2 3. طب بتبع لي قيمة الـ a، ما هي الـ a ضلت زي ما هي ما تغيرت، الـ a ما بتتغير. لكن لو أنا جيت حكيت له هنا A تساوي A plus string 1 2 3، أوكي هنا بقدر أقول إنها تغيرت القيمة، فلما تيجي تطبعها هتطبع لك القيمة الجديدة. وضحت؟ إذا أنت إذا ما شفتش عملية إسناد اعرف ما فيش تغيير. إذا concatenation بالأصل هي بتعمل new argument و it does not modify the argument. اللي قصده عليه انه النيو ارجومنت هذه ما بتغير الارجومنت الاصليه الا اذا عملت عمليه اسناد. اوكي،
string comparison. إذا بدك تقارن بين string و string. Python 3 uses Unicode mapping for characters. اتفقنا إحنا اليونيكود اللي هي زي فكرة الأسكي كود. لكن الـ UTF-8 هذيك كانت زي الأسكي كود. اليونيكود هي بتمثل حروف زائد إيش نوع اللغة، يعني الحرف زائد نوع اللغة. مثلاً أنا بدي أكتب بالعربي بتكون الحرف من العربي، من اللغة العربية. بدي أكتب بالفرنسي بتكون كل حرف ونوع اللغة تبعته اللي هي فرنسي. هاي بنسميها يونيكود. الـ UTF-8 هي عبارة عن جزء من اليونيكود. يعني أنا لما أجي أقول والله بدي أنا الحرف بدون أعرف مع نوع اللغة فهي UTF-8. وبالغالب الإنجليش لتر من النوع UTF-8. أو خلينا نقول الإنجليش القديمة، أو خلينا نقول الأسكي كود اللي استخدمت قديما هي من نوع UTF-8. هلا إذا بتتذكروا حكينا الحروف الهجائية بتبدأ، ما بعرفش إذا كان الأسكي كود أجيبه، خليني أحسن عشان تكون الصورة أوضح. أنتوا أنتوا معي أنتوا من الأول؟ كان في شير سكرين ولا لا؟ ASCII code table. Okay, هاي الاسكي كود. فالاسكي كود كان من 0 الى 255 هنا المذكور حديث 127. طيب انتج السبيس بيكون 20 هكساديسمال او 32. الصفر عبارة عن 48 ديسمال او 30 هكساديسمال. 9 فراح تلاحظ انه الكاركتر صفر اصغر من الكاركتر واحد، اصغر من الكاركتر اثنين، اصغر من الكاركتر ثلاثة الى الكاركتر 9. هذول الكاركترز بيكونوا اكبر من السبيس. الكاركتر اي اكبر من هذول الارقام اللي هي كاركتر 0 الى كاركتر 9. كاركتر اي هي 65 ديسيمال. كاركتر بي 66 ديسيمال. كاركتر زد كابيتال، طبعا هذول كابيتال عفوا، 90 ديسيمال. هتجد انه الاي سمول اكبر من الاي كابيتال واكبر من الزد كابيتال. فمن مجموعه الاي سمول، مجموعة السمول أكبر من الكابيتال والكابيتال أكبر من الأرقام. فلما بدي أجي أقارن بتقارن حسب الأسكي كود، بقارن حسب الأسكي كود. يعني ما نلاقي واحد اسمه أحمد، أحمد A سمول أكبر من أحمد A كابيتال. ليش؟ لأنه ترتيبهم بالأسكي كود بهذا الشكل. ولذلك لما بحكي لك الـ A small أكبر أصغر من B is true. A capital أصغر من B is true. الواحد أصغر من 9 it is true. الـ A small أصغر من A capital، نرجع للـ الـ A small 97، الـ A capital 65. فالـ A small مش أصغر من A capital فبعطيني فولس. الـ A small أصغر من الصفر كاركتر هيعطيني فولس. ليش؟ لأنه الأوردر لهذه الأرقام حسب الأسكي كود، حسب الأسكي كود.
تذكروا كمان من ضمن الفانكشن بيحسب لي الاورد، الاورد بيعطيك الاسكي كود للكاركتر. فهذه طريقه المقارنه. عمليه المقارنه بنمسك حرف حرف من البدايه، واذا كان تساوي الحروف راح يعطيني متساويات. يعني مثلا هل تقول برنت، هل احمد اصغر من احمد؟ ليست اصغر. هل احمد يساوي احمد؟ نعم ترو. اذا بقارن حرف حرف. طيب لو جيت حكيت انا هل احمد كابيتال اصغر من احمد سمول؟ نعم. ليش؟ لانه اي كابيتال اصغر من اي سمول. طيب لو جيت انا حكيت نمسكهم كلهم مثلا اي اتش، وهي اي اتش كابيتال، واجي احط هذا ام كابيتال هنا، فبيمسك حرف حرف. يعني بهذا الشكل اي مع الاي متساويات، الاتش مع الاتش متساويات، الام مع الام سمول، هتجد انه الام كابيتال اصغر من الام سمول فراح يعطيني ترو. العكس، العكس لو حطيت ام سمول وهذه ام كابيتال هيعطيني فولس. فهو بيمسكهم حرف حرف، اول ما يلاقي اختلاف بيقارن بين هذا الاختلاف، هو بيعطيك بناء عليه هل هو اصغر ولا اكبر او يساوي. اوكي، اذا هذه المقارنه بين السترينج. هل نفرض هنا بهذا المثال which is it true or false، a a a b اصغر من a a a c، صح ولا خطا؟ هل انتهت المحاضره ولا لا؟ طب شباب ما انتهتش المحاضره، ما فيش حدا معي؟ ترو دكتور. ترو ليش؟ لانه بي اصغر من سي حسب الجدول اللي كان معنا. ايوه، لانه اول ثلاث حروف متساويات صح. اول ثلاث حروف متساويات. اوكي، طب بدنا حدا كمان يشارك، مش توقع بس لحالها تشارك. ممتاز يا توقع. اذا انا لما بقارن، بقارن حرف حرف، اول ما الاقي اختلاف باش بقول هل هو اصغر ولا اكبر. فهنا زي ما حكت زميلتكم الاي اصغر من الاي، لا متساويات، وهي ثلاثة اي هذولا مع ثلاثة اي متساويات، ضل ايش الحرف الاخير بي مع السي، هنجد ان البي اصغر من السي، فاذا معناته هذه العبارة ترو. هنا طيب هاي اي اي اصغر من اي اي زد، هتجد انه اول حرفين متساويات، بينتهي الحروف بالرمز الأول وما زال في حرف بالرمز الثاني، مين أكبر معناته بهذه الحالة؟ small z اللي هي إيش بيكون فيها ثلاثة كاركترز، أكيد أكبر من اثنين كاركترز، مظبوط. بهذه الحالة إذن راح يعتبرها ترو، لأنه 2A أقل من 2A وزد. طيب في عندي أنا بالنسبة للـ N operator بيشوف لك إذا كان substring موجود بsubstring آخر. يعني لما اجي اقول له والله بدي انا سب سترينج، هل الاي موجوده ان ماي اس تي ار؟ فاشوف الماي اس تي ار فيها حرف الاي،
فيها string A؟ نعم فيها string A، فهي راح يعطيني true. طيب لما أقول له هل الـ ABB in my STR AAB موجودة، فراح يعطيني true. لو جيت قلت له هل الـ X in my STR، هيعطيني false. فالـ N هنا بيشوف لي إذا كان الـ sequence الأول هي substring من الـ sequence الثاني. If it true بيعطيني true، إذا كانت موجودة يعني بيعطيني إياها true، إذا مش موجودة بيعطيني إياها false. هنا print هل go in x و x سامي go to عمان، فراح يعطيني true. عمان AMM مش موجودة، ليش؟ لأنه هاي A small وهي A capital، فاختلف فراح يعطيني فولس. طيب ايش كمان؟ string r immutable. immutable يعني غير قابل للتغيير. طبعا هذه يعني شوي يخلي الواحد يشك يعني شو الموضوع. يعني قبل شوي انا بكتب احمد A تساوي احمد A I love Python A، طب ليش ما هي بتغير؟ ليش هو بيحكي لي انه الرمز immutable او string is immutable؟ طيب خليني احط لكم اوضح لكم الامر هذا بشكل التالي. لما اجي اقول والله A تساوي I love بايثون، ركزوا معي شوي، فهو بدي اجي اتخيل شو بصير بالذاكره. بالذاكره راح يكون كالتالي، راح ينشئ لي موقع في الذاكره وموجود فيها اي لاب بايثون، ويشاور عليها ب A. لو جيت حكيت اطبع لي A، اطبع لي A، قلت له print A، هيطبع لي I love Python. اوكي I love Python. لو جيت حكيت له A تساوي I hate Python، الميوتابل توحي لك انه لا ما بصير يتغير. هي برنت هي تغيرت، كانت انا لبته اي هيت بايثون. ليش الميوتابل بهي الحاله؟ طبعا اللي بصير خليني اكمل الصوره الان، انه لما بدي يجي يعرف I hate Python بيعرفها في موقع ثاني I hate Python. وبيخلي A تشاور عليه، وهذا بيشيل عملية المشاورة اللي كانت موجودة هنا بيشيلها. فالآن هذا الموقع راح، لكن انا شو سويت؟ هذا الموقع اميوتابل، ما بقدر اجي اغيره، ما بقدر اغير محتواه. الا مشان يغير يكتب او يغير محتواه السترينج، هينشئ موقع ثاني بالذاكره. فلذلك هذا الموقع نفسه راح يكون اميوتابل، راح يكون اميوتابل. بدليل
لو جيت قلت له A of مثلا ال H بدي أشيلها وأحط بدلها L فهي A of 2 وأجي أقول له تساوي حرف ال L يعطيني ايرور. عملية انك تغير بنفس الموقع خطأ. لذلك هو خليني اعمل ديليت حكى لك انه string are immutable لا يمكن انك تغير بنفس الموقع. فمثلا هنا a of 1 تساوي l خطأ. ما بتقدر تغير لكن بتقدر انت شو تساوي تعمل تنشئ موقع جديد تنشئ موقع جديد وتغير في الموقع الجديد. واضحة هذه؟ إذن حتى تغير بالموقع الجديد شو بحكي لك؟ هي بدك تعمل concatenation. يعني على سبيل المثال بده يغير هو بده يغوي الاسلام بده يغيرها الاسلام. ف شو سوى؟ حكى له بالنيو سترينج نيو سترينج شو بتساوي؟ بتساوي الاولد سترينج اللي هي السترينج السابقة جيب لي اياها لحديت 1 يعني من 0 الى 1 الواحد انكلود مش انكلودد يعني كانك بدك تجيب الحرف الاول. خلينا نكتبها احسن على هذا اكتبها بطريقة ثانية وجيت هكينا كوبي نشيلها ايش هيك نجيبناش كوبي اوكي. ثم انا بدي اغير B الى L شو بساوي؟ بحكي بعمل اسناد بحكي يساوي ال ASTR of 0 concatenation حرف ال L concatenation بقية الحروف اللي هي ASTR ASTR of من وين لوين؟ بدي أنا من هنا من الـ A للـ M 2 لـ 3 أحسنتي من 2 لـ هي لـ 4 صح؟ لأن الثلاثة بتكون مش included مظبوط ولا لا؟ وأجي أقول له اطبع لي الـ ASTR طبعا بدي اطبعها قبل وبعد print ASTR واطبعها بعد ما تغيرت فكانت سبام صارت سلام. يعني لاحظ هلا هذا ما اتخزن بنفس الموقع. يعني لما انا كانت سبام والاي بتشاور عليه ASTR طبعا الآن لما أجي عملت هاي العملية فهو راح إيش يسوي؟ يقطع ينشئ لي موقع جديد يأخذ حرف الأس هنا ويحط حرف الأل بعدين أي أم بعدين خلى الأي هاي بتشاور هنا واختفت هذه. يعني هذا الموقع اللي بالذاكرة راح يرجع للذاكرة لأنه ما في أي ريفرنس بيشاور عليه.
لكن العملية immutable إنه هذا الموقع ما تغير أصلاً، ما تغير وتم إنشاء موقع جديد. أتمنى تكون هذه واضحة. طيب الآن خلينا نشوف هنا طيب ما في شيء جديد هنا. طبعا نلاحظ ان هنا الـ ASTR ما تغيرت، سواها بـ New ASTR. والآن إذا بدك تغير الـ ASTR شو بتقول له؟ تقول له ASTR يساوي New ASTR، لأنه ما حصل عملية إسناد للـ ASTR فبقيت على قيمتها السابقة. أوكي. طيب هلا احنا خلينا نقول الآن ناخذ الـ methods. الـ methods اللي هي اللي تطبق فقط على الـ string، راح يكون هذا الـ method مثل اللين، مثل الكابيتالايز، ابر، مثل فايند. هذول ايش بناخذهم ان شاء الله الحصه القادمه وبننهي موضوع السترينج. حتى انك تعرف الميثودز هذه ممكن ترجع للدوكيومنتيشن، ترجع للدوكيومنتيشن. يعني لو تيجي تكتب ايش string method in Python، فممكن تستفيد من الدوكيومنتيشن هذه وتشوف شو الميثودز الموجودة. احنا يعني المطلوب منا بس فقط اللي موجود بالسلايدات، لكن انت اذا مثلا سألت مش بالضرورة بالمقابلة او بأي، يعني انك تيجي يقول لك والله انت بس اللي اخذته هو المطلوب منك، لا انت مفروض تعرف ايش الميثودز اللي موجودات عندنا. فهاي شرح للميثود، بحكي لك ديسكريبشن تبعها، وكمان بيعطيك مثال لما تكبس عليها بيعطيك مثال. يعني text dot capitalize بترجع هنا بقول لك convert the first character. فمشان تشوف هذا الحكي هاي مثال ورن وبتتوثق عندك العملية. فأنا لو مكانك بتطلع عليهم كلياتهم. ولاحظ الإشي الحلو في الموضوع هنا إنه الـ method name بيدل على معناه. لما أقول لك capitalize بتشعر إنه في عملية capitalization راح تصير capitalization. مش معقول يقول لك capitalize وراح يعمل لك مثلا على سبيل المثال terminate يقص لك من السترينج. الكابيتالايز تدل على انه راح يسوي كابيتالايز، لكن وين الكابيتالايز؟ هنا عملها باول حرف. في عندك از الفا هنا بيحكي لك كلمه از تعني يا بيرجع لك يا ترو يا فولس. فهل هل ريتيرنز ترو اف كاركترز ان ذا سترينج ار ان ذا الفابيت، يعني انها كلها حروف هجائيه ما فيش فيها ارقام، فبيرجع لك انها ترو. إذا كانت فيها حروف وأرقام برجع لك false. Is digit برجع لك true فقط إذا كانت الكاركترز عبارة عن أرقام. And so on. من كمل الحصة القادمة إن شاء الله وبنأخذ أمثلة عليهم إن شاء الله. الله يعطيكم العافية. في أي سؤال؟ ما شاء الله يعطيكم العافية.